بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 49 من الكتاب 13، كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. اللي بيسميه الفقهاء المبيت بمزدلفة، حكم المبيت بمزدلفة للحاج عندما يفيض من عرفات، يفيض من عرفات إلى مزدلف، يفيض ليلا من عرفات بعد غروب الشمس، يصل مزدلفة بالليل، يصلي فيها المغرب والعشاء، جمع تأخير قصر وجمع تأخير، ثم يمكث فيها إلى أن يصلي الفجر، ويمكث بعد صلاة الفجر يذكر ربه عند المشعر الحرام حتى تسفر السماء، يسفر الفجر، يعني يبتدي ايه قبل الشروق بلحظات، يتحرك متوجها الى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ويحلق رأسه وينحر هديه، ثم يذهب ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن لم يفعله مع طواف القدوم، ثم يعود إلى منى مرة أخرى ليبيت فيها يومين أو ثلاثة حتى يرمي جمرات العقبة في بقية الأيام، وهكذا ينتهي حجه. يبقى كده الحج انتهى. حكم المبيت في مزدلفة، الراجح أنه واجب وليس ركنا من أركان الحج، واجب. وواجب يعني ايه؟ يعني ان تركه جبره بهدي، يصح حجه ويجبر بهدي. وفي قول عند الشافعية انه سنة، فان تركه لا شيء عليه. وفي قول مهجور، وان كان منسوب لبعض المالكية، انه ركن، ولكن الذي عليه الفتوى انه واجب، وان من تركه يجبره بهدي. اقل المبيت ايه هو علشان نقول انه هو كده سقط عنه الهدي؟ ان يمكث لحظة بعد منتصف الليل، يعني ينتظر حتى منتصف الليل ويمر عليه بعدها لحظة كده، يبقى كده اسمه بات. وأفضل المبيت أن يصلي الفجر هناك، يعني يقضي الليل كله، لأن ده فعل النبي، ده أفضل وأكمله. وفي قول عند الشافعية أن يقضي معظم الليل، معظم الليل. والنبي أجاز لضعفة الحجاج من كبار السن والنساء أن يذهبوا إلى منى بعد منتصف الليل، يعني يكتفوا بأن يمكثوا جزء بعد منتصف الليل، فيذهبوا ويرموا جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع الفجر، قبل زحام الناس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير،
للإمام مسلم في صحيحه يقول الحديث 78 بعد 173. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس. حطمة الناس ازدحام الناس. ستنا سودة بنت زمعة أمنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت النبي أنها لا تمكث إلى الفجر وأنها تمشي إلى منى حتى تدرك قبل زحام الناس. وكانت امرأة ثابتة وكانت امرأة ثابتة يعني ثقيلة، ثقيلة الحركة، بطيئة الحركة. وكانت امرأة ثابتة يقول القاسم والثابتة الثقيلة. قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. يعني ستنا عائشة ما خرجتش مع سودة لكن ندمت لما شافت الزحمة، قالت والله ده أنا لو أعرف كنت خرجت مع سودة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها وجمع اللي هي مزدلفة. فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وجدت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته؟ قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. يبقى إذا أراد الوصف ليست غيبة، هنا أرادت الوصف من وش بقى بتغتاب ستنا سودة وتقول ثقيلة أو بطيئة أو ثابتة، ما دي غيبة مش كده؟ لكن هي لا تقصد الغيبة، هي تقصد عذرها، تبين عذرها في الاستئذان ولا تقصد انتقاصها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت ارحل بي. فارتحلنا، يعني غياب القمر دليل ايه؟ ذهاب نصف معظم الليل. يعني هي مستنية تاخد علامة ان ذهب معظم الليل ستنا اسمه، لان ما كانش عندهم ساعة فبيشوفوا ايه الليل بالليل.
يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت ارحل بي. يبقى يجوز للقوي ان يرحل مع الضعيف وياخد حكم الضعيف لانه في خدمته. يعني انا معي امي مثلا وامي كبيرة وانا شاب، استطيع ان انا اصلي الفجر وامكس مع الناس واتحمل الزحام، لكن انا في خدمة امي، يبقى حكمي حكم ايه؟ الضعيف، اخرج مع الضعيف لان انا بخدمه، ويبقى لم يفوتني ايه الثواب، بل خدت ثواب زائد وهو رعاية الضعيف ايضا وبر الوالدين وهكذا. مش يقول للامه مثلا ضعيفة طب روح انت بقى وانا قاعد هنا اصلي، اصل النبي صلى الفجر. طب ما النبي قال لك بقى اخدم امك، مش كده برضو؟ قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها ايها انت لقد غلسنا، يعني مشينا في اخر ظلمة الليل، غلسنا يعني مشينا في ظلمة الليل يعني قبل الفجر بساعتين كده ولا. قالت كلا اي بني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للظعن، للظعن اللي هم ايه النساء المسافرات يعني. اصل الضعينة هي عارف ايه؟ هي الرحل اللي بتقعد في الست. الضعينة دي هي اصلها الرحل اللي تقعد في الست في ايه؟ على الجمل. بتبقى حجرة كده يعملوها من قماش وعبارة عن يعني خشب، الواح خشب وقماش توضع على ظهر البعير، تمكث فيها المرأة وتسافر، اسمها الضعينة. الحجرة دي اللي هي اسمها الرحل ده اسمه الضعينة. اطلق على التي ايه التي تدخل فيه، وصار بعد ذلك الضعينة هي المسافرة مش الرحل بقى خالص، انتقل المعنى فهم؟ فصارت الضعينة هي المسافرة، لكن من حيث اصل اللغة الضعينة اللي هي ايه الهودج، الهودج الذي يوضع على ايه على الجمل تمكس فيه المرأة. وعن ابي قال وحدثنيه علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الاسناد، وفي روايته قالت لا اي بني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعنتي اذن لذعنه اي لنسائه المسافرات معه يعني لذعنه. وساعات تطلق يقول لك ضعينة الرجل، يعني ايه؟ يعني زوجته. يقول لك ضعينة الرجل يعني زوجته، لأنها مسافرة معه في إيه؟ في مشوار الحياة، تبقى اسمها ضعينته يعني إيه؟ يعني زوجته. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بها من جمع بليل، يعني بعث بها برضو زي ستنا سودة كده، أرسلها من جمع يعني من مزدلفة بليل يعني لم تمكس لصلاة الفجر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نغلس من جمع إلى منى، يعني ننصرف من إيه؟ من مزدلفة إلى منى في الغلس. الغلس يعني ظلمة آخر الليل، يعني لا ننتظر حتى يطلع الفجر. وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل،
يعني سيدنا عبد الله بن عباس النبي ارسله ليخدم الضعفاء، فايه فترك مزدلفة بليل قبل الفجر. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفه اهله. يعني كان برضه سيدنا عبد الله بن عباس مبسوط ان هو من اهل النبي، يعني كان بيخدمهم لان له قرابه بالنبي ابن عمه، فارسله يخدم له زوجاته، خصوصا ان احدى زوجات النبي خالته اللي هي ايه امنا ميمونه، مش كده برضه؟ وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفه اهله. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. اصل الثقل هي الامتعه، اصل الثقل الامتعه للمسافر، امتعه المسافر يسموها ثقل. ولما كان مع الامتعه دي الزوجات فاطلقت ايضا الاهل، يبقى في توسع في استعمال اللغه عند العرب، يعني العرب في لغتهم عندهم توسع، يتوسعوا يعني يستخدم اللفظ لا ليس لما وضع له فقط بل لما كان محيط به من قرائن ايضا، مع من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمر قبل الفجر. أصل التاني بيقول له لا ده هو بعثه في السحر، طب ولو بعثه في السحر كان الفجر يدن عليه في الطريق. لا ده بيقول ده احنا رمينا الجمر قبل ما يدن الفجر، يعني دليل اننا مشينا بدري بعد نص الليل على طول مش استنينا للسحر، فاهم؟ فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر. يدخل وقت رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر من منتصف ليلة النحر، من منتصف الليل، شوف قد ايه السنة من الضحى، السنة كده لان النبي رماها ضحى الساعة 9 الصبح كده ولا 10، فاهم؟ او 8 الصبح يعني بعد ما الشمس طلعت وجوت الضحى على ما وصل صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز وقت الرمي من منتصف الليل، لو وصلت قبل منتصف الليل ما ينفعش، ما ترميش اقعد، فاهم؟ فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رخص في الضعفاء يعني ان هم لا يمكثوا حتى فجر يوم النحر في المشعر الحرام. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. جمرة العقبة الكبرى اللي بترمى اللي هي آخر جمرة تقابلك وبعد كده تدخل على مكة،
يبقى انت جاي من منى ماشي تقابلك الجمره الاولانيه دي ما ترميهاش، مش هي دي، تمشي شويه تلاقي الجمره الثانيه ما ترميهاش اللي هي الوسطى، مش هي دي، تمشي تاني تلاقي الجمره الكبرى اللي هي بعدها بقى تدخل مكه، هي دي اللي بترمى يوم النحر. انما ايه الاولانيه والوسطى دول في ايام التشريق، فهمت بقى؟ فناخد بالنا من الحته دي. دلوقتي طبعا بيبقوا مسلسلين حواليها موقفين الناس عشان ما حدش ايه يرمي، يعني عشان في بعض جهله الحجاج بيبقى مش فاهم برضه، مش فاهم المناسك. رمي جمره العقبه الكبرى حكمه واجب، ان تركه جبره بدم كالمبيت بمزدلف. يبقى لو واحد ما باتش في مزدلف وما رماش جمره العقبه الكبرى يبقى عليه دمان، دم عن المبيت ودم عن رمي الجمره، وصح حجه. يدخل وقت رمي جمره العقبه الكبرى بمنتصف ليله ايه النحر، ولا نهايه، وينتهي باخر غروب شمس او بايه بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق، يعني انا ما رميتش جمره العقبه الكبرى يوم النحر، تفضل عليا ممكن ارميها تاني يوم وتالت يوم. تاني يوم هيبقى اول يوم من ايام التشريق، ممكن ارميها وبعدين ارمي الجمرات الثلاثه، يبقى ارميها مرتين، ارميها الاول وبعدين ارجع اجيب الاولانيه والثانيه والثالثه. كويس وكده على امل. طب افرض جيت تاني يوم ما رميتهاش وتالت يوم ما رميتهاش، رابع يوم اللي هو اخر يوم في العيد اللي هو ثالث يوم من ايام التشريق، ارميها قبل غروب الشمس. فلو رميتها قبل غروب الشمس خلاص، طب بعد غروب الشمس قضى وقتها يبقى عليا دم، فاهم؟ يبقى ادخل وقتها من منتصف ليله النحر وينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. فهمت المساله؟ السنة أن يرميها ضحى يوم النحر. السنة يعني فعل النبي يعني. لكن الوقت الإيه الجواز واسع. يختار على حسبه. أيوه. أقل المبيت إنه إيه أقل. لا ما أنا بقول لك أقل المبيت إنه يمر عليه جزء من منتصف الليل. يشوف منتصف الليل ويقعد بعديه كده قد نص ساعة ولا ساعة وبعدين يبتدي ينطلق، إن كان من الضعف، وإن كان حتى مش من الضعف يبقى اسمه بات، لأنه أقل المبيت إنه جزء من منتصف الليل عدى عليه. كويس؟ في قول عند الشافعية معظم الليل، يعني يقعد له قد ساعتين ثلاثة بعد منتصف الليل كمان، في قول عند الشافعية كده. وأكمل المبيت إنه يصلي الفجر هناك في مزدلفة. ولو فاتوا المبيت اصلا يبقى عليه دم وحجه صحيح. وفي قول عند الشافعي انه سنه لا شيء عليه، فاتوا الفضيله. وعطاء بن ابي رباح عنده راي غريب، يقول لك اصلا لا ما فيهوش فضيله خالص، ده مجرد ان هو منزل من منازل الاستراحه، نزله او لم ينزله حجه صحيح، لا هو سنه ولا هو واجب. ده راي مين؟ عطاء بن ابي رباح، بس راي غريب، رأي غريب لم يعمل بيه أحد، فهم؟ لكن لا بأس إنك تقرأ في الكتب تشوف الآراء الغريبة دي كلها، عشان ما تخليش الشيطان يجي إيه يطلع لك رأي غريب في مخك أنت كمان، عشان تعرف إن الرأي ده قيل وإيه والأمة رفضتهم، فما تطلعش أنت بقى إيه تقول لي أنا هقول زيه، فهم؟ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصى. لما بيوصل لجمرة العقبة الكبرى بقى دي يبقى باصص لها كده، مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويبتدي يرمي. دي ايه؟ دي الموقف السنة. لكن لو وقف اي موقف ما يجراش حاجة، ده لو دخل جواها وقعد يرميها كده اهو صح، بس طبعا هيجي عليه الحجارة بتاعت يعني ايه لكن السنه انه ايه يقف كده تبقى مواجهه له، ومكه عن يساره القبله، يعني ما هو مكه اللي هي القبله، اتجاه القبله، واخد بالك؟ ومنى عن يمينه، فهمت؟ ويرمي. دي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي يعني، لكن يجوز رميها من فوقها، بس ايه مخالف للسنة، يعني مخالف للسنة. طب وامتى يجوز؟ لو الزحام شديد خلاص بقى تبقى السنة البعد عن الزحام ساعتها، مش السنة التزاحم على مكان النبي، لا تبقى السنة ساعتها التباعد عن الزحام والأذى حتى لا تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. وعن أبي قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران. فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال قال له إيه الجاهل ده، هو مش عايز حد يقول سورة البقرة، يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، مش عايز حد يقول سورة آل عمران، لا عايز يقول السورة التي يذكر فيها آل عمران، مش عايز حد يقول سورة النساء، السورة التي يذكر فيها النساء. أما قال له إيه الجاهل ده، ليه ما عجبوش ده كلام الحجاج بن يوسف، يعني كان وجهة نظره كده، ولكن الراجح خلاف ما ذهب إليه. وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أهو ما قالش السورة التي يذكر فيها البقرة، سيدنا عبد الله بن مسعود نفسه قال سورة البقرة، ويجي الحجاج بن يوسف يقول لك لا ما تقولش كده، فهمت ازاي؟ فهو جايبها علشان ده موضع الشاهد، يعني ده موضع الشاهد. وعن أبي قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسلم. أصل الحجاج ابن يوسف على فكرة له يعني خدمات كبيرة للمصحف، يعني هو صحيح كان راجل ظالم وقتل ناس كثير ظلما والتي أفضى إلى الله بقى ربنا يحاسبه فهو في مشيئة الله، لكن من حيث الخدمات هو خدم المصحف خدمات كثيرة. أولا هو الذي حزبه وقسمه إلى أجزاء وإلى أرباع، لحد دلوقتي يعني عارفين المصحف 30 جزء دي كانت فكرة الحجاج، والجزء 8 أرباع دي كانت فكرته، وهو الذي أشار بتنقيته وتشكيله، كانت الحروف مكتوبة من غير نقط على أساس الناس حافظة عارفة أن دي ضاد مش صاد، كانت تتكتب الضاد زي الصاد وتتكتب الدال زي الذال وتتكتب التاء والثاء والنون والباء زي بعضهم من غير نقط، فأشار إلى تنقيط المصحف وأشار إلى تشكيل المصحف أن تحط ضمة واو يعني ضمة والشرطة دي تبقى فتحة فوق والتانية تبقى كسر، كل دي كانت ايه افكار الحجاج بن يوسف. وكان يختم القرآن كل اسبوع ورده اسبوعي، يعني شفته كان راجل عابد، يعني بالرغم سبحان الله كانت شخصية غريبة اجتمع فيها يعني الظلم الشديد والعبادة الكثيرة، حاجة يعني كان عجيب الشكل، وخدم القرآن. ونحن لا نحكم على احد، احنا نترك الله هو اللي يحكم على العباد، لكن احنا بنقول لك يعني ايه ان الانسان ده ساعات يبقى فيه حاجات تناقضات غريبه، سبحان الذي يجمع التناقضات في شخص واحد، لكن هو على اي حال خدم القران فجزاه الله خير على ما قدم من هذه الخدمه، ونترك بقى ايه ظلمه بينه وبين ربه بقى هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما شاء.
علشان كده ايه الحجاج يعني له خدمات كبيرة على اي حال في القرآن، ويطلق من نوادره انه كان لا يخطئ في القرآن ابدا، مهما كان تعبان مش تعبان ما يخطئش ابدا من كتر ما هو متين في الحفظ. فتحدى الناس في زمانه قال لهم انا اسمع لكم القرآن كله، لا يردني احد في كلمة، بيتحداهم يعني. فعملوا له مجالس كل يوم يقرا لهم شوية، لحد ما وصل تبت يدا ابي لهب وتب في جيليه حبل من بقى مش عارف مثل، ربنا خد مثل من مخ اللي هو حافظها اطفال المسلمين عشان ربك قاهر فوق عيبه، يعني من اول المصحف لحد في جيليه حبل من ما اخطأش كلمة، جاف مثل اللي هي خلاص بقى قال له ده خلاص فعلا مش هيغلط ولا كلمة، راح وقف يقول في جيليه حبل من حبل من عيل صغير قاعد قال له مسد لان القران غالب، فما تجيش تتحدى. قرات برضه مولانا ان هو كان يستطيع ان هو يقرا القران من الناس الى البقره، ايوه كان يقرا كده بالعكس من شده حفظه، كان يقرا الايه الاخيره ثم الايه التي قبلها ثم الايه التي قبلها بالعكس كده من شده الحفظ يعني. فسبحان الله. وعن أبي قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيا حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا مناسككم. من جاء العقبة راكبا يرميها راكبا، ومن جاء ماشيا يرميها ماشيا، واضح؟ طبعا الوقت مش هتعرف، ما حدش بيروح لجمرة العقبة وراكب جمل يعني، خلاص انتهت هذه الأمثال، فهمت؟ خلاص. لكن احنا بنتكلم أيام النبي جاءها راكبا فرماها راكبا صلى الله عليه وسلم. وأيام التشريق يسنى أن تأتيها ماشيا في أيام التشريق، الا اليوم الاخير اللي هو هتنصرف من منى من منى تقوم تاتيها راكبه، عشان منصرف بقى مش راجع كده. كل ده نص عليه الامام الشافعي يعني ايه في مذهبه باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله هو الافضل وهو الصواب، ان فعل النبي هو افضل شيء. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدتي أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة
وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. يبقى يجوز التظليله للمحرم، يجوز أن يظلل نفسه دون أن يلمس رأسه، يجوز، خلافا لقول عند الملكية أنه لا يجوز له أن يتظلل، لكن الراجح أنه إيه له أن يتظلل ولو بيده، يعني ولو حط إيده حتى كده، لأن هذا لا يسمى غطاء للرأس. يعني لما حط أنا إيدي على رأسي كده هذا لا يسمى غطاء في الرأس، هو اللي منهي عنه للمحرم أن يغطي رأسه، واخد بالك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. يعني لو كان حتى ولي الأمر غير مؤهل خلقة، حتى خلقة طالما بيقودكم بالحق فعليكم أن تسمعوا. فهمت إزاي؟ عبد مجدع يعني مقطع، يعني ناقص الخلقة حتى، هذه معنى إيه مجدع، يعني ناقص الخلقة. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يبقى ما كانتش حكاية تظليل الغمامة دي دائمة في حال حياة النبي، لكن أحيانا تظلله الغمامة وأحيانا لا تظلله الغمامة، مش كان كل شمس لازم يبقى مظلل بالغمامة، لا، كانت أحوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم تظلله الغمامة أحوال لبيان كمال خصوصيته صلى الله عليه وسلم، فلما أدرك الناس خصوصيته فكان أحيان كثيرة يسير والشمس تبقى موجودة، حتى كان يجلس لشجرة فيتحول الظل له صلى الله عليه وسلم. فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور. باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خذف. حصل خذف قلنا اللي هي قد الحموصة كده، قد الباقي الله اللي يلبس الله، قد الفولة بالكتير قوي، اللي بياكل فول عندنا مدمس، كل المصريين عارفين الفول، يبقى ايه ما يزودش عن كده. طب افرض جاب حجرة كبيرة كده ورماها، صح رمي ولكن مع الكراهة لانه قد يؤذي غيره، فاهم؟ ما يرميش بشبشبه، ها؟ وفي بعض الحجاج يشتم كمان كأنه بيشتم الشيطان يعني. طب ما الشيطان اما تشتمه يكبر وينتفش، صحته بتيجي على الشتيمة، لكن هي اما تقول الله اكبر يحترق، عشان كده يسنى انك انت تقول الله اكبر وانت ترمي، تكبر مع كل رمي. باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خذف. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره بمثل حصى الخذف. باب بيان وقت استحباب الرمي. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وابن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحا واما بعد فاذا زالت الشمس. يبقى يدخل وقت الرمي المستحب في النحر يوم النحر من الضحى، والجواز من منتصف الليل، ونهايه وقت الرمي في جمره العقبه الكبرى
اخر غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق، فان فاتته عليه دم. طيب وباقي ايام التشريق يدخل وقت الرمي المستحب من الزوال في المذاهب الاربعه. من الزوال يعني ايه؟ يعني قبل صلاه الظهر بربع ساعه او ثلث ساعه من الزوال، او مع دخول وقت الظهر يدخل وقت الرمي. كويس، دي ايام التشريق. ولما زاد زحام الناس اجاز العلماء دخول وقت الرمي من طلوع الفجر، وهو قول مين؟ عطاء ابن ابي رباح وطاووس ابن كيسان. فالناس بسبب الزحام الشديد افتى الازهر بقول سيدنا طاووس ابن كيسان وايه عطاء ابن ابي رباح، لان كان بيحدث ان بعض الناس بتتزاحم عند الزوال، كله عايز يرمي يحصل موتى هناك وقتلة تموت. فعلماء الازهر افتوا بقول طاووس ابن كيسان وعطاء ابن ابي رباح بانه يدخل وقت الرمي من طلوع الفجر الى فجر اليوم اللي بعده. كويس، ورمي الجمرات ايام التشريق واجب من واجبات الحج، فان فاته ايضا جبر بدم. وعن ابي قال وحدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان ان حصى الجمار سبع، لازم يرمي سبع حصيات بسبع رميات. يعني لو خد السبعه كده في ايد واحده ورماهم رميه واحده دي تسمى رميه، فاهم؟ يبقى لازم سبع حصيات بسبع رميات منفصلات، ويكبر مع كل حصى على سبيل السنه. باب بيان ان حصى الجمار سبع. وعن ابي قال وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو. يعني ايه؟ يعني سبع وتر. والسعي بين الصفا والمروه تو، والطواف تو. يعني ايه؟ سبع، كل دي سبع يعني وتر. واذا استجمر احدكم فليستجمر بتو، يعني بوتر برضه عند الاستنجاء بالحجاره يسموه استجمر. فاذا استجمر يعني استنجى بالحجاره يبقى برضه بتو يعني بوتر. ونقف على باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. يبقى احنا انتهينا النهارده من الجمار ورمي الجمار ومتعلقاته. معلوم ان رمي الجمره العقبه الكبرى هي احد ثلاثه اشياء اذا فعلها حل احلال كامل. رمي جمره العقبه يوم النحر، وبعدين الحلق، وبعدين طواف الافاضه. لو عمل الثلاثه دول يبقى حل احلال كامل. واخد بالك؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله غدا باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اكرمكم الله يسلمك.